السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تايدا في ماهي قدر انتم مدنو ميل كستوى دافاه دوني دا هي دعال دبات كالتوكتان سبح وناكسن قلب وناكسن يهبي وناكسن وقت كستوى دين تهايبا وناكسن كسو دوا دا هور بحنا دي قدن بيي أما أبلي دا دي مركستي غوركستي حلي كستبا آنو غبرتين وحان إذين ودا عود سيرا أو آدي آد ومهيمة حالك لنا عكلانا او خطر يهي خطر تاس او كسو سعوتا فير اساسي وحان ربائنا اللي كدب جي عود كاس ايو دقرت اي مليغيان عيدا مدى ارقح سادة مامولك مليشيات كاح لمقع بحي سومالي لان حالك لنا عكلانا آن ايدين ودو وفدي بالاران او ككوبان قنعساتو كنسو تيدا بيش الدارود ايا كسو دكتاي كرونكا عاصمة دولت قبلت كبوتلان إيقروه إيقو وليبا كسوك إعتماي عاصمة دلك كينيا غارهان مغالدي سنوروبي بل إيقا إيا موغالكودا إيا أجيدة أي أسعدانا واندي كدب جيندونا حال كاننا عكلانا آن إديان وضو سلادين تبيرش عرب و إيقونا شرچرايد و ديك ديك قبتاي شاقينا إن كاليغي تاليه موسى بيح عبدي و إساقاد ديكو حيلكا بل إيقا إيا شركودا شرايد إيا قدبادا حساسيق أي كهاللينا وحان ربا إيقانا إنان إدن لوداغو حال كاننا عكلانا وربحين يروكوبان آن إديان كوضو مغالا ده قولي لغود هادا بين تيانا لغودة غالين سيدي عادادة ينو هايت فالان هادا نغو عصب تاي سبسكرايب نصورده لان سيوداك ساحبة فربادان ونكسان سيدي ايدن كوكالا هوري هاديا نولو جوكتين واردي كما هاد علنية لايك تو مركز تاو حينو تردير غالين ميري فوق فوق ياسا فربادان نوي غارسينسا وحي تلا اي تسالانا كومنتيغا هوسي ايان نغو لسيوداك تان كسو دوادة هدابا هدي انكو هرريو عود سيرا ايان ربا انان ادلا وداغو كاس او لغا هراي مامولك ارقح سادة ملاشيات كا هلا مقع بحاي سومالي لان رونتي عود كان ادنكو حديرتو اياد مغلسان حاسي اهاتي انوغو مرحوري ايان وربحين تا حقيقة دا چيرتي ادلا وداغي وليب ايادو موقال عدينا ودتا هادابا مرحبا انان ادن سيد داهيو مركا كواد عودكا اينو لغيسانو كدب ايينو فلانقينتا اي عدايميهي خوري آن ادن كوشيغيبا ادن حسوسين دونا حتى حالا هادلي حالان بوهولي ميقاقلي قوان داري يوانكي بقاقل بدن باسعوتا وعيريهين لا شري لا حري لا مانتنا ديك بيشويان أمبلاسيا فرابدن قرون قد بيكينين لابا عقفو إمك أفر مالموت قضيين فايسيانا قرون قد بيجوغين لابا عقفنو حي إمان أيين ميش اللي يابوركين تقال كي أدكا بي أديار كروبين من كاسي إذن آدو فربادن آدو فربادن آدو فربادن عمري على سؤبادن إيه شاد كي سوال لانو عيدن كان لو كريي وحي صدق سنوردد كبينت لو شيكي لو ريكي قبيلي عبر جعل الرئيلاه لون حنباري تقني كوحي ايه سوال لان شب هده السنة بيار كحسدو ايه سيل لو ريكي ده تبدي سنة رقم معمولايو نوحلي عبد الدارن علي دحمرين ميرو الوعي كريين شدالكي ارصاصتي وقيفيين تقال سبب فينال او كي فينال اهان العامي باس عمية هذا دوت كحارن انك اقراها اللي مرد كهر ليركم مرمك رقو اي بيداه قد يبو عيريهين وهدير لإيسو فاود كريهي ورناق يعني إسوقو الروايان ننكو حاقو غنميل ودوبو توقع بلغة كل شعال أمو قطو أفرس لقب دير اللي داهو شان مال موت بانو نمان كاكك لقوصاني نابو شان تا مال موت بويرات وحي آنو قادر حيوان نو ديار إيدان خوب تقنكو شدال أساس وانو تيارك شان ميرو بانال كريا سيان اد وقربتها شرين وحان الدلي قربتك كإيمانية فرونتي وحان فيليا وربحين تان سيرتا اه اي وليب حاساسيك اه
si wacan ayay uga badateen uga bogateen inkastoo warbixintu ay dheer tahay hase ahaatee inta hore ee muhiimka ah ayaynu ka soo qaadanay haddaba in yar aynu dib u laabanno warbixinadeedii dhowr jeer oo horena waan idin xasuusiyey ama waan idiin sheegay dib u xasuusta warbixin maalin dhoweyta aan idiin sheegay in meesha cagafyo la geeyey waa qorilugud iyo buqdharkayn in maamulka maleeshiyaadku ay cagafyo geeyeen weliba aan sii raaciyey aan idhi talow mahadhowta ayay meydkooda ku qodan doonaan bal muuqaalka aan idinla wadaagay maalinkaas waa kan aynu wada daawan runtii muuqaalku waa kan waxaa kale oo aan idiin sheegay in meeshaas mar walba lagu sii daabulayo maleeshiyaad ama maryo calas ka socda isla beelaha halkaas dega runtii warbixinta xasaasiga ahna sida aad ku maqlaseen waxaabad moodaaba in aanu aniga iyo isaguba aanu is-ogeen hase ahaatee midkaayaba ka kale ma ogeen runtii mar walba waxaan jeclahay xaqiiqada dhabta ah ee jirta inaan idinka dabageeyo waxa uu sheegay in cagafyo yimaadeen dhufeysi ay ka qoteen ay diyaar garoobayaan ay diyaar yihiin mar walbana ana waxaan idiin sheegaa in dhaqdhaqaaqooda uu badan yahay nimankaas oo ay doonayaan hal mar in weerar culus oo gaadmo ah ay soo qaadaan haddaynu ka gudbin halkaas aynu u soo laabanno caasimadda dowlad goboleedka puntland ee garoowe waxaa ku soo qulqulaya wufuud kala duwan wafdiyadii u dambeeyey ee hadda soo gaadhay waa ganacsatada ugu waaweyn beesha daarood oo ka soo kicitimay caasimadda dalka kenya gaar ahaan magaaladiisa nairobi bal marka koowaad muuqaalkooda iyo soo dhoweynta sharafta badan ee loo sameeyey aynu wada daawan anagoo ka socda shirweynta daarood ayaa soo gaaray magaalada garowe iyagoo ka qayb qaadan doona nabadaynta halkan saa ujeedaan waa ganacsi ka socda shirweynta daarood oo salaanta ka qaadanaya waxaa hogaaminayaa boqor qadar cali jaamac ayaa ka mid ah iyo ganacsato iyo ganacsato aad u waaweyn shirweynta daarood runtii meesha garowe ahayd caasimada dowlad goboleedka puntland allaha barakeeye waa laysku arkay wufuud madax ilaa iyo waxaa maraya salaadiin waaweyn oo meelo fogfog ka yimi hase ahaatee dhammaantood ujeedada loo socda waxa weeye in sulux la dhex dhigo ama laga midho dhaliyo dadaalada nabadeed ee ka socda gudaha magaalada garowe kaas oo la doonayo in laysu keeno ama laysu soo dhoweeyo ama laba heshiisiyaba waa mucaaradka iyo dowlad goboleedka puntland uu hogaanka u hayo madaxweynaha hadda talada haya siciid cabdulaahi deni dhammaantood waxa ay u socdaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen ganacsatadan waaweyn ee jabaabiirta ah waxay ka mid yihiin guddida doonaya inay ka qayb qaataan dhexdhexaadinta dhowaan ka furmi doonta caasimada gudaha ee magaalada garowe ee la doonayo in labadooda aragtiyada kala fog laysu keeno qolena waxay taagan tahay doorasho qof iyo cod qolena waxay taagan tahay baarlamaanka iyo sidii hore ee lixdan iyo lixdan ka xildhibaan ayaa codeynaya insha allahu tacaala anaguna waxaanu rajeynaynaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala talada ta wanaagsan uu alla waafajiyo labadoodaba hase ahaatee shacabka wixii u dana ayaa innagana inoo dana waayo shacabka waxaa u dana doorasho xalaala qof iyo coda aan waxba la isqarqarinayn laalush la bixinayn gacan hoosta laysaga dhiibeen halkaa la dhigayo halkaana lagu kala baxayo haddaynu kaga gudmina halkaas salaadiinta arab ayaa iyaguna shir jaraa'id oo deg dega qabtay taloo maxay sheegeen bal waxay sheegeen aanu daawanno sadxumo lagu gelinayo dagaal lagana soo hoynayo guuldarrooyin iyo ceeb aan qaranka hore looga baran salaadiinta beesha arab go-aankeeda ayaan maanta halkan ka jeedin doonaa oo aan anigoo akhrii doonaa anigoo ah caaqil bacood sultaan kiise sheegay in badan fadhiday ay muddo oo doraseysay xaaladda dalka iyo wacyiga jira salaadiinta go-aankeedi waa kan aan idin akhrii doono go-aanka salaadiinta beesha arab markaanu aragnay xaaladda dalku ku jiro markaanu aragnay dalku inuu ka dhintay siyaasad ahaan iyo ciidan ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo wada jir ahaan iyo is-afgarad ahaan walaalnimo ahaan iyo hiigsigii ahaa dal jira inuu yahay oo aqoonsi ku wajahan
markaanu aragnay dalku inuu galay xaalad colaad iyo isnaac beelihii walaalaha ahaa saameeyay oo aan ujeedadiisa la sii odorosin oo mustaqbalkii dalku burburkii cagta saaray. Markaanu aragnay in ciddii ciidanka jabisay ama jabka ciidanka ka dambeysay bishu markay ahayd 25kii August 2023 aan waajibkooda la marin lana hayn xogta dhabta ah. runtii waxay sheegeen in Muuse Biixi waa hoggaamiyaha ama keligii taliyaha gacanta ku haya maamulka maleeshiyaadka la magacaabay Somaliland inuu isaga dega xilka, maadaama uu waajibaadkiisii gudan waayey dalkiina uu fawdo geliyey, afarta koonana uu dabka shiday, dadkiina uu labolabo isu suray, qarankiina ama ciidamada qarankana ilaa iyo hadda hubkoodii iyo iyagiiba la la'ayaan. Runtii waxay sheegeen inuu Muuse xilka uu ka dego kuna wareejiyo ku-xigeenka ilaa iyo inta laga gaadhayo doorashada, halka dhinaca kalena ay sheegeen inay garab taagan yihiin beesha Habar Jeclo, taas oo ay sheegeen in ay dagaal ay kula jirto maamulka Khatumo. Haddaan la soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka, waxaan si sharaf iyo karaamo leh kaga codsananaa subscribe-na soo dheh, lana sii wadaag saaxiibo farabadan oo wanaagsan sida idinkoo kale. Tanaytuna ka kulmi doono, waxaan kaga tegayaa fi amaanillah.